بسم الله هديت وعلى النبي وصليت سبحان الداري في الدوام من لا يسعى من لا ينام سبحان الواحد الوحيد اللي في ملكه يعمل ما يريد يا الجواد اللي راكم كاع حاضرين صلوا على النبي كريم اليوم غادي نحكي لكم واحد القصه غريبه 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 بزاف 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 وهذه الحكايه صارت في بلاد الاحقار في بلاد الأحقار وما الكبير غير واحد يقول لك كانت تحكم في ديك البلاد واحد الأميرة كبيرة ومعروفة وديك الأميرة يسموها لالا تنهنان لالا تنهنان معروفة بالحكمة بالزين برزانة مرة عاقلة وعارفة الدنيا وشايفة ما شاف الغريب وشاف ولد البلاد واحد النهار لالة تنهنان وهي راقدة في منام الله داتها عينها حتى يبني عمي في المنام شافت واحد المنام غريب شافت روحها هي تجري والسمش تجري هي تجري والسمش تجري كيبان الحال لما تهينان لما تجميع سكان الأهقار كي كبار كي صغار كي النساء كي الرجال وقالت لهم شوفوا راني شفت منام وحكيت لهم عن المنام الغريب اللي شافته لالة تنهنان خرجوا ربع فرسان خرجوا ربع فرسان وقالوا لها يا لالة ما يكون غير خاطرك احنا نفسروا لك المنام قالت لهم شوفوا راني بارية اللي شرق يشرق واللي يغرب يغرب باغي نعرف وين تطلع السمش وين تربط السمش في بلاد الأهقار وهكذا كان الحال والفرسان دخلوا في الصحراء داروا 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 جالوا 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 في الصحراء واحد الفارس من الفرسان وهو ملي لبلاد الأحقار يا ابني عمي حتى من بعيد شاف واحد العصفور واحد الطوير في السماء يدور يدور حتى شاف الطوير في السماء يدور 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 الفارس قال لازم نبدا نقرب ونشوف واش كاين بالعين حتى شاف ذاك الطوير طايح على راسه ومفتوح باع
بغيت تدخل على الموت الفارس جاب الماء اللي كان رفده معاه وبقى يشرف في الطوير يشرف في الطوير يشرف في الطوير ويطلب ويطلب ربي ويقول يا المولى يطلب ربي ويقول يا المولى يطلب ربي ويقول يا المولى يطلب ربي ويقول يا المولى وقدرة رب العالمين الواحد الوحيد اللي في ملكه يعمل ما يريد هذاك الطويل طار 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 وسكن في السماء وبقى يدور 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 وجا وجا حق على كتاب الفارس وانطق الطويل وقال شوف سيدي كيما سلكتني يجي النهار اللي نسلكك وهذا عاهد ربي والنبي نعطيه لك الى يوم الدين وهكذا كان الحال والطوير طار في السماء وراح الفارس زاد كمل الطريق فات شهر فاتوا شهرين فاتوا ثلاثة وواحد النهار من نهارات يا بني عمي واحد القبيلة من قبائل الأحجار حتى هي دخلت الصحراء وبقات الدور 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 حتى تلف لها الشرق المغرب كاع الماكلة اللي كانت عندهم كلاوها كاع الماء شربوه كي حسوا الموت باغي تدخلهم بقاو يشهدوا ويطلبوا في ربي ويقولوا يا المولى يطلبوا ربي ويقولوا يا المولى يطلبوا في ربي ويقولوا يا المولى حتى الطوير من بعيد اسمعهم يقولوا يا المولى يا المولى والطوير ينادي وينادي حتى الطوير جاي يجري ونقهر بغي يموتوا الى قطو ذاك الطوير كي لقاهم بغي يموتوا راح عبد يجيب الماء من واحد المكان ماهوش بعيد حتى دروك راهم في بني عمي يديروا فيه الوحدة في بلاد أهدار وذاك المكان يسموه أباليسا زوج عيون نتاع الماء الطويل بقى يجيب الماء من ذاك البير ويشرب فيهم واحد 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 حتى بقدرة رب العالمين الواحد الوحيد رجعت لهم الروح كي رجعت الروح شكر الطوير شكر كبير وقال يا سيدي كما سلكنا يجي النهار لي وهذا عهد ربي والنبي نعطيه لك الى يوم الدين وهكذا كان الحال وراحوا يتمشوا 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 حتى ولوا البلاد أهجار بلاد أهجار الكبيرة وما الكبيرة غير الله ومشوا عند لالا تنهينان كي مشوا عند لالا تنهينان احكوا لها بالقصة الغريبة لالا تنهينان اللي مولات حكمة ورزانة لما تجميع سكان الأحجار كي مساكن رجال كي الكبار كي الصغار وقالت لهم اسمعوا من اليوم إلى يوم الدين هذا الطويل العصفور يسموه ملا ملا اللي كرمه راه كرمني واللي أداه راه أداني ويقولوا من ذاك الزمان
لهذا الزمان أهل البقار يلبسوا لكحة الأبيض ويسموهم إمول إمول. وخطرة خطرة نسبة طويل في الصحراء يغني ويقول والله يا مولانا والله الله يا الله مولانا والله يا مولانا يا مالك فك يا واحد ربي الله يا مولانا والله الله يا الله مولانا والله يا مولانا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا وما تجعلني شاقي أنا توب ولبيك. والحكاية يا ابني عمي راهي مازال طويلة 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 في بلاد الأحكار وكي العادة والعويل باش نكملوا الحديث نقولوا واش قالت الناس زمان 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 شافوني كحل مغلف قالوا ما فيا الخيرة وانا راني كي كتاب المؤلف راها فيا المنافع الكثيره. الناس بكري يقولوا الزيت او معصور الزيتونه والفهم راه يفهم لغه الطير لو كان الكلمه ما تخرج بزونه خليها في ضميرك خير. ويزيدوا ناس زمان يقولوا اللي حكى حكايه الله يجازيه واللي سمع الحكايه الله يجازيه واللي ما بغى يسمع الحكاية ما صدق الحكاية راهي ليام والزمان راهي توريه. وانا خريفتي مشات الواد الواد وانا بقيت مع الجواب اذا انا كذبت ربي سامحني واذا الشيطان كذب فاكل في النار. الله الله بارك الله فيك. على فكرة شراء الشماعي لو شيء